السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات، صباحكم معطر بذكر الله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم أيها الأحباب من هنا من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن متواجدين في الجهات الشمالية الغربية للمسجد النبوي الشريف، تحديدا عند باب 19. باب 19 هو باب بدر، بجواره باب رقم 18 هو باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعلى يمين باب بدر عندنا باب رقم 20 21 22، هو باب الملك فهد المعروف. الآن حنصحبكم بجولة بإذن الله حتكون ماتعة في جهات كلية المسجد النبوي الشريف. كلية المسجد النبوي الشريف منطقتها في هذه الجهات، من عند باب الملك سعود إلى هذه الجهات تقريبا، هذه كلها منطقة كلية المسجد النبوي الشريف بما فيها معهد المتوسط ومعهد الثانوي. فلعلي الآن يعني أحاول أني أقترب شوي من الكليات أو يعني من الحلقات الموجودة، ونصور لكم بعض اللقطات وإن شاء الله تستمتعوا بهذه الجولة. وهذه الجولة أيضا جاءت تلبية لرغبة عديد من المتابعين الأكارم، طلبوا مني أني أصور منطقة كلية المسجد النبوي الشريف، فهذا المقطع هو إهداء لهم كل باسمه. طيب نبدأ على بركة الله. أولى هذه الحلقات تقريبا تبدأ من هذا المربع، المربع الثاني تقريبا. هذه المنطقة طبعا توازي منطقة الحصوات، هذه منطقة الحصوات، الحصوتين، هذه الحصوة الخلفية والحصوة الأمامية، ثم الحرم القديم. طبعا الحرم القديم ما نقدر ندخل من هذا المكان، لازم تدخل من تقريبا من باب السلام ثم تدخل إلى جهات الحرم القديم. فجهة الحرم القديم الآن مفتوحة. طيب شوفوا هنا بداية الحلقات ما شاء الله، هذه الكليات منتشرة والفصول الدراسية، ما أدري إيش نسميها، هذه نسميها حلقات ولا نسميها فصول أو قاعات، المهم ما شاء الله يعني طلاب العلم من كل مكان ما شاء الله. طبعا هذه الكليات من باب المعلومة فقط لمن هم داخل المملكة، يعني ما في منح خارجية، هذه من باب أيضا معلومات. وفي بعض الناس أظن قديما سألوني عن موضوع اللي هي التسجيل في الكلية لمن هم في الخارج، فهذه الكليات ما تقبل من هم خارج المملكة، كلهم هذول مقيمين، يعني سواء مقيمين في المدينة أو خارج المدينة. ما شاء الله، هذا الدكتور عادل الخديدي ما شاء الله، ومدرس أيضا في الجامعة الإسلامية. هنا بعض الإخوة عندهم اختبارات، الله يعينهم ويسدد أقلامهم ما شاء الله. إطلالة جميلة على هذه الحلق اللي تسر الناظري ما شاء الله. الشيخ عادل الخديدي ما شاء الله، يعني هو غير أنه معلمنا ومربينا، يعني درسنا على يده أيضا ما شاء الله، هو يعتبر مثل الزميل يعني، جزاه الله خير وفتح الله عليه. هنا أيضا عندهم اختبار، الله يعينهم. هذا المربع ذكرنا لكم أنه بداية الكليات، طبعا كليات أو كلية المسجد النبوي الشريف فيها عدة أقسام، قسم كلية القرآن، وفي قسم خاص كلية اللغة أظن، وفي كلية اللي هي أظن هذا الحديث تقريبا. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل التصوير، هذا أحد الإخوة من فرنسا جزاه الله خير، يعني جاء وسلم يعني قال إنه أنا أتابعك، فجزاه الله خير على حسن ظنه. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الحلقات منتشرة. طيب لازلنا في كلية المسجد النبوي الشريف، هنا أيضا عندنا بعض
الحلقات أو ما أدري إيش نسميها، نقول حلقات ولا نسميها، خلينا نقول قاعات دراسية. ما شاء الله. الصورة تتحدث. طبعا بعد ما ننتهي من كلية المسجد النبوي الشريف في هذه الجهات، إذا اقتربنا من باب ملك سعود على اليسار حتحصلوا اللي هو، أهلا بالشيخ، السلام عليكم. ما ترى بالهذا، لازم نصوره الشيخ نعمان ولا سلمان هذا، وخبص فيك وأنت وأخوك. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله، كيف الحال؟ طيبين؟ خلاص أنتوا الآن صرتوا علم ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله، جزاك الله خير. أخوك سلمان موجود حي ولا؟ ما شاء الله. الله يفتح عليكم، التوفيق، سلم لنا عليه. حياكم الله. ما شاء الله، هنا بعض الطلاب الظاهر عندهم زيارة. ما شاء الله، أكيد أحد المدارس كذا منتدبين بعض الطلاب الصغار المتفوقين المميزين ما شاء الله، وأخذوهم أو يعني جابوهم إلى الحرم. جابوا هذه كلمة في اللغة العربية معناها يختلف عما أنا أقصده. عموما أحضروهم إلى المسجد النبوي الشريف، يعني مثل المكافأة. هنا أيضا عندنا، طبعا هذه كلها أظن معهد إما المتوسط أو الثانوي، ما أعرف يعني كيف يضبطوهم أو كيف يوزعوهم، لكنهم منتشرين في هذه النواحي ما شاء الله. الدراسة فيها صعوبة في الحرم، المناهج جدا قوية ما شاء الله. إيش المناهج؟ ما أعرف، لأنه أظن يعني تختلف من فترة لأخرى، أو يعني الفترة الماضية كانت شيء والآن شيء آخر، فكل مرة يصير في تطوير في موضوع المناهج. هذا بلا شك يعني أظن معهد الثانوي في هذه الجهات. ما شاء الله جميل. وهنا في سبورات وشغل كأنك في مدرسة، لكن دراسة في الحرم. يا سلام، لكن هذول كبار، فالظاهر كأنهم تابعين للكلية، كلية المسجد النبوي الشريف، مثل ما ذكرت لكم. يعني ما أعرف كيفية التوزيع، كيفية توزيع الكليات والطلاب والأعمار، الفئات السنية، هذه كلها ما أعرفها، لكن مناظر تسر الناظرين ما شاء الله. شوف هذا الطفل الصغير، ما شاء الله ما شاء الله. الله يرزقكم جميعا زيارة هذه الرحاب الطيبة المباركة. هنا أيضا فصل أو قاعة دراسية، عندهم سبورة. الظاهر أنه مرحلة ثانوية تقريبا، كلهم كبار في السن. من الآن قاعدين الطلاب هذول الصغار كأنهم بيتهيئوا أنهم يأخذوا صورة جماعية. ما شاء الله جميل. وصلنا إلى باب رقم 5، هذا باب قباء. وهنا عندنا باب الملك سعود، باب رقم تقريبا 7. أي أمور أو استفسارات يعني تحبوا تستفسروها عن موضوع كلية المسجد النبوي الشريف، فلعلكم تدخلوا على صفحة الكلية على تويتر، عندهم صفحة بإمكانكم أنه أبدا تستفسروا عن أي شيء متعلق بالكلية، عن كيفية الدراسة. طبعا الدراسة الظاهر أنه ما فيها بدون مكافآت، أيضا ما فيها سكن، فاللي جاء يعني يريد التعلم في الكلية أو يريد التسجيل في الكلية فما عنده يعني مميزات كثيرة. قديما أذكر أنه كان في مكافأة، لكن ما أدري هل ألغيت، لا أعرف حقيقة. ما شاء الله.
انه الظاهر ايضا كان جاني سؤال قديم انه فين يسكن الطلاب. الطلاب خلاص اذا جيت الى كلية المسجد النبوي الشريف الله يعينك تدبر نفسك بسكن. خلينا نمشي من هذه الجهات ونختم مقطعنا بالبحث عن الله يكرمكم اللي هو نسميها المداس، ما أدري وين وضعتها لكني أذكر أني وضعتها في هذه النواحي. ما شاء الله سبحان الله، أنا في سنة من السنوات بعد ما انتهيت من الجامعة الإسلامية قدمت على كلية المسجد النبوي الشريف وقبلت، لكن سبحان الله ما أكملت لأنه انشغلت في الفترة الصباحية لذلك ما استمرنا. أيضا حلقة أخرى طيب اللي أذكره أني وضعتها في هذه الجهات تقريبا، والله أعلم. طيب لعله أنا أختم مقطع. السلام ورحمة الله، حياك الله، ورحمة الله، يبارك فيك، الله يعطيك العافية، الله يسلمك. طيب نحن ما أدري إذا ذكرنا لكم أنه باب بدر اللي هو باب رقم 18 يوازي من هذه الجهات، طبعا باب بدر يقع في الجهة الشمالية الغربية، فإذا جينا إلى هذه الجهات إلى الجهات الجنوبية الغربية فهذا باب الهجرة، وهنا منطقة الحصوات. تمام، فهذه يمكن ما ذكرناها. هلا هلا، حياك الله يا مرحبا، هلا وسهلا، الله يبارك فيك. لا والله ما اخطا، حياك الله يا مرحبا، خلاص ما في مشكلة، تفضل، ما بدك تصور؟ لا طيب حياك الله، خلاص نختم المقطع، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.